آخر مختبر أو آخر محاضرة مختبر بهذا الكورس أخذنا لحد الآن الألكالويدز وقسمناها إلى 3 أنواع حسب البيوسينثيتيك باثوي، شلون تتصنع من وين، يا أمينو أسيد إذا كان أمينو أسيد يدخل بالتصنيع مالتها أو لا، وحسب النيتروجين وين موجودة، إذا كانت بهيتروسايكل أو إذا كانت خارج الهيتروسايكل موجودة بريفاتيك تشين. فعندنا قلنا ترو الكالويز، سيدو الكالويز، وبروتو الكالويز. الترو الكالويز تقسم حسب الهيتروسايكل إلى عدة أنواع، مثلا بايرول الكالويز، اندول الكالويز، بايروليزيدين الكالويز، أشكال ألوان أكو عندنا. فواحدة من أهم أنواع الألكالويز اللي هي تروبان ألكالويز، اللي هي موضوع محاضرتنا اليوم، المحاضرة الأخيرة، داتورا ألكالويز. طبعا نبات الداتورا له علاقة بالزومبيز، خلينا نشوف شنو علاقته. داتورا سترامونيوم، هذا هو اسم النبات العلمي، داتورا سترامونيوم. كمان نيمز مثل جيمسون ويد، زومبي كيوكمبر، داتورا. طبعا هو من عائلة السولانيسي، النايت شيد فاميلي، من عائلة الباذنجانيات وسحولها. طبعا ليش سحولها زومبي كيوكمبر؟ لأن هو شكل الثمرة مثل الخيار، طبعا تقريبا مثل الخيار، والياكله فيصير يتحول شلون الزومبي، يعني طبعا يصير يعني سايكوسيز، عنده هالوسينيشنز، ف يتحول من انسان الى اخر، فبهذا السبب يعني اسم الكومن نيم زومبي كيوكمبر. طبعا هذا هو يكون شكل عفوا شكل الورده مالته، وهاي شكل الثمره مالته. وطبعا هو شكله كنبات يشبه شكل الباذنجان، حتى انه هواي ناس عندنا يعني حتى بالعراق يخربطون، يعني اذا هو بعد ما طالع ثمره الباذنجان، فمبدئيا شكله يعني يشابه شكلة الباذنجان، فيخربطون انه هذا باذنجان طالع عندهم، لو مثلا خاصة بالمزارع يعني. وهذا هو شكل الثمرة بالحقيقة، النبات بالحقيقة. طبعا هو قلنا انه يعيش عندنا خاصة بالمناطق الزراعية، موجود عندنا بالعراق. هذا الدكتور جاسب الحشامي، نبتة ببغداد وجاي يحكي عنها. اليوم احنا جايين الى مستشفى الفرات لزياره المرضى. لفت انتباهي بهذا الشارع هذا النبات الموجود. هاي الزهره مالته. هذا نبات يستعمل مخدرات، نبات الداتورة. هذا الورده مالته. وهذا ثمرة مملوءة بالحبوب. فنتمنى على الجهات المعنية، هذا الشارع المادي إلى مستشفى الفرات مملوء على طول الشارع، هذه موجودة المملوء. وهذه تتكاثر في حالة عدم معالجتها، تتكاثر لأن هذه الحبوب راح تتيابس وتنتشر بهذا المكان. فطبعا مو كل الحكي هو مو يعتبر نبات مخدر، انما هي ماده اللي هي بها انتيكولينرجيك دراجز مثل الاتروبين وذني يعني الجماعه الدراجز، فهي سايكو اكتيف اور منتلي اكتيف كومباوندز، هي تشتغل مؤثرات عقليه صح ولا. فمو كل شيء يدخل للسي ان اس هو ماده مخدره. اكو مواد صحيح هي يعني مثل المورفين وغيرها، هي تستخدم كمخدرات، بس كدرج هذا هو يعني مؤثرات عقلية من التعبير الأصح نطلق عليها. طبعا هذا النبات الداتورا سترامونيوم هو من نباتات العالم الجديد. يعني شنو عالم الجديد؟ يعني قبل كريستوفر كولومبوس يعني ما موجود، كان بأفريقيا وآسيا وأوروبا، كان موجود فقط وين؟ بأمريكا الشمالية والجنوبية. فهو يعني نبات دخل على مناطقنا. نظريات اللي تقول انه اكو تواصل بين البشر قبل ما انه كريستوفر كولومبوس يكتشف العالم الجديد، هو بناء على دليل اللي هو هذا الرسمة اللي قبالكم. هاي الرسمة
موجودة بإيطاليا قبل كريستوفر كولومبوس ما يكتشف العالم الجديد. هو بهاي هذا تاريخه بال 1483. ف يعني قبل 10 سنوات من كريستوفر كولومبوس ما يكتشف قارة أمريكا الشمالية. فشلون شنو هو الدليل على هاي انه هاي انه البشر كان واصل قبل او يعرفون قارة أمريكا الشمالية قبل كريستوفر كولومبوس؟ بناء على هاي الثمرة اللي هي موجودة او طالعة هنا بايد هذا الاله اللي اسمه ساتر اعتقد. فاذا تشوفون هنا بهاي الكاموشة هي تقريبا شكلها يشبه شكل ثمرة الاستاتورا سترامونيوم. ف هذا السبب يقولون هاي معناتها انه اكو تواصل بين الحضارات وهكا يقدمون هاي الرسم او اللوحة كدليل على هذا الأطروحة او هاي الفكرة. طبعا هاي النبتة لها قصة اخرى هماتيا انه ليش صحوا لها جيمسون ويد. طبعا صارت معركة يعني حرب أهلية بأمريكا في قرية اسمها جيمسون. فالجنود اللي وصلوا هاي القرية جاعوا، صار عندهم مجاعة، ما لقوا في شيء أكلوه غير هاي النبتة، فلما أكلوها صار عندهم هالوسينيشنز ديليريوم إلى آخره. فبالتالي طبعا خسروا الحرب لأن كان الجيش كله بحالة هلوسة. فهاي واحدة من الأسماء الأخرى أو التاريخ مال هذا الاسم شلون إجا أو شلون صار. زين الترديشنال يوزز مال الداتورة شن هي؟ طبعا هي for centuries داتورة has been used as a herbal medicine to relieve asthma symptoms as an analgesic during surgery or bone setting. يعني يستخدم للأسمة، وهسه نشوف شلون يستخدموه كأسمة لعلاج الأسمة، ويستخدموه ك يعني مسكن آلام أثناء العمليات أو أثناء ما يجبرون العظام المكسورة. It's also a powerful hallucinogen and delirium which is used spiritually for the intense visions it produces. فهو لأن هو مادة مهلوسة وسبب الهذيان والسبب هلاوس بصرية، فاستخدموه بالطقوس الروحية والدينية بعض الدول والشعوب. فطبعا قلنا انه يستخدم كعلاج للأسمة هذا سابقا، طبعا هو مو صحيح هذا العلاج يعني التاريخي هذا، انه يستخدمه كجيجاير كسيجاريت سموكينج، انه يخلون بالجيجارة اوراق الداتورة. فالداتورة بيها انتوكولينرجيك دراجز، فالانتوكولينرجيك دراجز او الانتوكولينرجيك اكتيفيتي راح تسوي برونكو دايليشن، وبالتالي راح تسمح للتنفس انه يصير اسهل نوعا ما. بس الجيجارة مثل ما تعرفون انه بيها CO2، بيها ماني بوليوشنز يسوي او ماني اريتانتس فبوليوتانت الى اخره. فهاي ذني كلهن تريجرز اوف اسما. فهو يعني صحيح احنا نعالج وقتيا او مبدئيا الاسما، بس هاي الاشياء راح تترسب وراح تسبب فيرذر اتاكس اوف اسما. فهو هذا العلاج مو صحيح من ناحية علمية. زين الداتورا الكلويز شير تروبان هيتروسايكل. مثل ما اخذنا بالنظري انه التروبان من وين جايه كحلقه، جايه من فيوجن اوف تو رينجز اللي هي البيبريدين والبايروليدين، يصير عندنا حلقه جديده هي التروبان. زين التروبان كحلقه هذه يصير بها استريفيكيشن وذ ديفرنت اسيدز، مثل ما تشوفون هنا هاي استر بوند اللي صايره عندنا. ف راح يطلع عندنا اتروبين، هيوسامين، سكوبولامين الى اخره، ديفرنت كومباوندز او سيكندري ميتابولايتس داخل النبات راح تطلع. زين الميديسينال يوزز مالته شنو هي؟ طبعا الهيوسامين الاتروبين يوز از ا ميدرياتيك انتي سبازموتيك انتيدوت تو ذا توكسيسيتي اوف كولينرجيك كومباوندز، يقلل السكريشن اوف لور ريسبيراتوري تراكت بيفور سيرجري، اند سكوبولامين از يوز موستلي فور موشن سيكنس. طبعا هو اكثر شيء الاتروبين مثلا اطباء العيون يستخدموه كمدرياتيك ايجنت. زين هاي طبعا تاثيرات الانتيكولينرجيك دراجز شنو تسوي. فاذا هي مدرياسز راح يصير عندنا اكيد بليرد فيجن، لان العين او
العدسة ما قاعد يصير بها good focal fixation، راح يصير عندنا constipation urinary retention بهاي الحالتين، وزادا confusion أو delirium أو hallucination different يعني mental effects. ويستخدم كذلك خاصة بالحروب هذا الأتروبين كأنتيدوت فور كولينيرجيك كومباوند، يعني أي توكسيسيتي باي كولينيرجيك كومباوندز الأنتيدوت مالتها هو الأتروبين. وكذلك الفائدة الأخرى أنه السكريشنز يقللها خاصة بالكولينيرجيك بويزنينج، مثلا إذا واحد سمى مبيدات زراعية مثلا خاصة البيها نيكوتين راح يصير عندنا over secretion of respiratory tract. فشلون نقللها هاي secretions؟ نقدر نقللها بواسطة الأتروبين، فهو life saving drug الأتروبين. والسكوبولامين اليوز مالته الأساسي هو for motion sickness، and طبعا هو كذلك يستخدم كأنتي سبازمودك مضاد للتقلصات والمغص. هاي بعض المنتجات الموجود بها أتروبين، مثلا قطرات مات العيون، الأوبر هاي فور إميرجنسي رومز، البسكوبان هذا سينثيتك دريفيتيف من السكوبولامين، طبعا موجود من عدة كباتشز هاي فور موشن سيكنس، واللوموتيد هذا طبعا بي أتروبين سلفيت زائد تايفينوكسيليت، هذا يعتبر أوبيد مو شو اسمه قولوا وياي مو يعني كولينرجيك دراج. زين الايزوليشن اوف اتروبين الكلويز شلون راح نستخلصها؟ هاي ان شاء الله اذا يعني على الايام الجايه او السنين الجايه.